نحن لما نأتي في هذا البناء وهذا التأصيل وهذه الوقاية، والوقاية خير من العلاج، ودرهم وقاية خير من قنطار علاج، العلاج والوقاية في كل شيء. من تلكم الوقاية شيخنا التي سنتحدث عنها الليلة بإذن الله هو التربية والبناء والصلاة. بيوتنا كيف نعمرها الآن ونحولها إلى محراب عبادة؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وعليكم السلام. لا شك أن الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة الدنيا خلقهم، خلق عباده لغاية عظيمة ومهمة جسيمة، من أجلها أرسل الرسل وأنزل الكتب، ألا وهي عبادة الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه العبادة التي بينها الله سبحانه وتعالى وأمر بها: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. جعل الله تعالى هذه الحياة الدنيا دار ابتلاء وامتحان. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نعم، ليمحص الله سبحانه وتعالى ويمحق العباد، يبين المؤمن من غير المؤمن، من الكافر أو المنافق، يبين الصابر الشاكر من الجزوع الخائف الهلع. هذه هي حقيقة الدنيا، حقيقة الدنيا جبلت على الابتلاء. والله تعالى لا يبتليهم ليذهب إيمانهم أو ليعذبهم أو ليريدوا بهم، كلا. الله سبحانه وتعالى إنما الله تعالى بيّن أن الله تعالى يبتلي العباد حتى يعودوا إليه، من ناحية أنهم يعودوا إليه ويؤوبوا إليه، ومن ناحية أيضا يرفع في حسناتهم وفي أجور عباداتهم وفي مكانتهم في الدنيا وفي الآخرة. أقول أن هذا الحدث العظيم، نعم هو حدث عظيم وخطب وجلل وآية من آيات الله. نعم. انظر إلى هذا العالم الذي الآن أصبح هذا العالم العظيم، وهذه الدول العظيمة، كيف يعني يبين هذا الداء العظيم ضعف بني آدم. صحيح. واحتياجهم إلى الله سبحانه وتعالى وانكسارهم بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأن مهما الإنسان بلغ من القوة ومهما بلغ من التطور فهو ضعيف أمام قوة الله سبحانه وتعالى وقدرته. إذن علينا عامة ونحن في مجتمعاتنا الصغيرة، في أسرنا ومع أبنائنا ومع بناتنا ومع أهلينا في هذه المملكة الصغيرة، مملكة الأسرة، أن نجعل من هذا الحدث عبرة واعظة. ونحن نعلم بالأمس فتوى هيئة كبار العلماء بالصلاة في البيوت ودرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، كل هذا حفاظا على الأرواح وحفاظا على الأنفس وحفاظا على المجتمع. فكم هو جميل أن نعود إلى أسرنا وأن نبني أسرنا وأن صحيح. نتابع أبناءنا وبناتنا. قد الإنسان قد ربما يكون مشغولا في أوقات معينة، قد يكون ربما مشغولا حتى في طاعته وفي عبادته، في أداء الصلوات في المساجد، ربما يبادر بسرعة، ربما يعني يأتي شيء من النقص في متابعته لأبنائه ولأهله. الآن أصبحت بيوتنا مساجد، فكم هو جميل أن نعود إلى تربية أبنائنا بهذه الفريضة العظيمة، متابعتهم ومتابعة صلواتهم. نعم.